زائد كوا زائد زد وغنضربها في ك، متفقين؟ أولا بكل بساطة كندير هاد النوتاسيون، كندير لك U بحال هكا، وقدامها كندير أونتر بارونتيز كندير X Y Z. يعني إلي درت لك هاد النوتاسيون راه كنقصد لك بيان سيغ خصها، أوكي؟ أولا أو إيكال، بعد المرات غتلقاو إيكال هنايا، ماشي مشكل. وكيديروا هنا واحد T، واحد ترونسبوزي T، يعني غيكون فيكتور، غيكون بيان سيغ كولوم، يعني كتكتب بحال هكا كذلك U، يعني X Y Z. تو سامبل، متفقين؟ إلي درتي كوم سا وي تا هي فغي. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، يعني هادي مثلا في، في تو سامبلومون هي اكس بريم في اي زائد ايكغيك بريم في جي زائد زي بريم في كا، متفقين؟ اولا بيان سيغ كنديرو هاد النوتاسيون ديال في، بيان سيغ اكس بريم ايكغيك بريم زي بريم، متفقين؟ يعني مكاينش مشكل في هاد لي نوتاسيون. بيان، دونك هادي بيان سيغ هو فضاء، فضاء منسوب الى معنى متعامل ممنظم. هاد الاساس يعني اي فيكتور او اي متجهه من هذا الفضاء كتكتب على هذا الشكل التالي: اكس في اي زائد ايكغيك في جي زائد زد في كا. يعني تو سامبلومون الباز يعني كيتحكم لي في اي فين كاين الموقع ديالها في الفضاء. تو سامبلومون باغ اكزومبل رسم لكم مثلا ديال اي، بس تخيلوا معايا اي فين كاين، اوكي؟ دونك par exemple ici maintenant. Donc on a bien sûr l'axe Y ou Y, on a l'axe ou X, on a l'axe ou Z. Bien sûr l'axe ou Y qui est toujours lié à mon tâche J. او اي اكس او اكس كيتوجه ليا المتجهه اي، او زد كيتوجه ليا المتجهه هكا، متفقين؟ دونك بيان سور فاش كنقول مثلا اكس في اي، يعني غناخد هاد المسافه هاد اي غناخدو اكس مره، يعني غنضربها في اكس. تو سامبلومون باغ اكزومبل اكس هو هاد، متفقين؟ ايكغيك في جي، يعني هاد جي غناخدو ايكغيك مره، يعني باغ اكزومبل ايكغيك غناخدها هي هادي، متفقين؟ وزد في كا، يعني زد كا غنعاودو كامرة، سواء سالب ولا موجب، يعني إلا كان سالب غيكون لتحت، كان موجب غيكون الفوق. تو سامبلومون ناخدو مثلا موجب، يعني زد مثلا هو هذا. شوف معايا مزيان، كيفاش كنرسم بيان سور؟ أرسم واحد النقطة اللي غتكون في في في, في البلو، يعني في المستوى الأرضي، يعني هذا المستوى اللي كاين هنا، يعني الأرضي. تو سامبلومون كندير هنا بيان سور واحد كيكون متوازي مع هذا أو إيكغيك، المعبر أو إيكغيك. وأنا كذلك غنشد من إيكغيك وغندير واحد المحور غيكون توازي أو واحد المستقيم اللي متوازي مع المحور او اكس، يعني كوم سا باغ اكزومبل. دونك كيتقاطع ليا في واحد النقطة، ولا كيعطيني تو سامبلومون واحد اللي كيبان ليا انا بحال المتوازي الاضلاع، يعني كتبان ليا هادي بحال المتوازي الاضلاع، ولكن هي في الحقيقة عبارة عن مستطيل، اوكي؟ عبارة عن مستطيل، يعني كاين زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة، هنا زاوية قائمة، وهنا زاوية قائمة، يعني في الأصل كتكون يعني عبارة عن مستطيل. بيان، دونك تو سامبلومون أشنو كندير؟ كنسد تو سامبلومون هاد المسافة هادي لما بين او وزد هي هادي مثلا، وكنديرها بيان سيغ كنطلع هادي تو سامبلومون الفوق، متفقين؟ يعني هنا كنطلع الفوق. دونك باغ اكزومبل زد غناخد الفوق شويه، باغ اكزومبل هنا ايسي، متفقين؟ بيان سيغ باش تبان ليكم مزيان، غناخد يعني نفس المسافه، وتو سامبلومون غنمشي من هاد النقطه هادي، وغندير بيان سيغ واحد المستقيم اللي غيكون متوازي كذلك على هاد المحور او زد، يعني هاد المستوى، يعني كوم سا سامبلومون، يعني غندير بيان سيغ هاد، عطاتني هاد النقطة هادي، متفقين؟ بيان، دونك عطاتني بيان سيغ هاديك النقطة، تو سامبلومون هاديك النقطة غندير ليها بيان سيغ مع مع او واحد المتجهة هي هادي، دونك هادي هي بيان سيغ او مثلا هادي. دونك كتعطيني هاد المتجهة، دونك هاد المتجهة تو سامبلومون مثلا راه هي اي، متفقين؟ مثلا هاد النقطة هي كروند ام، وهاد النقطة هي بوتيت ام، يعني تو سامبلومون شوفوا معايا مزيان، هاد بوتيت ام هي الإسقاط ديال كروند ام على المستوى او اكس ايكغيك، يعني هاد المستوى الأرضي، متفقين؟ بيان، يعني كنشد واحد النقطة طق وكنسقطها كطيح لي في الأرضية، كطيح لي هنا تو سامبلومون، متفقين؟ بيان، دونك هاديك بيان سيغ هي المتجهة اي، يعني في الفضاء. دونك نحاول يعني نمسح هنا، حاولوا يعني تمسحوا تدخلوا هادشي. دونك بيان سيغ هادو عقلوا عليهم،
حيت غندير بعد خاصيات اخرين دونك غنخلي خاصيه هنا وبيان سيغ دوك الخاصيه اللي غيجيو من بعد هما المهمين اللي غادي نبرهن على بيان سيغ هادي بالطريقه ديال المعلم. اوكي بيان بيان دونك نعطيكم بيان سيغ الخاصيات. دونك هاد الخاصيات بيان سيغ هما اللي غتستعملو اوكي في التمارين يعني هاد الخاصيات هما اللي كتستعملو تو سامبلومون. دونك بيان سيغ فاش كنقول الجداء السلمي لي متجهة اي دونك غنبقى نفس يعني في هاد المتجهة اي او في دونك كنخدم بالمتجهة اي او في هو العدد هو شوفوا معايا مزيان تو سامبلومون يعني لا نوطاسيون ديالنا او الترميزية اي بوان في. دونك شوفوا معايا كيفاش كنخدم كندير ما بين هاد الجوج ديال الاقواس كنكتب لي كومبوزونت ديال اي يعني اكس و ايكغيك زد. اوكي يعني احداثيات احداثيات اي احداثيات يعني اكس ايكغيك زد يعني كوم سا اكس ايكغيك زد صافي بوان و بيان سور كنكتب احداثيات ديال في. دونك احداثيات ديال في هما شنو هما بيان سور اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم دونك اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم. دونك كيفاش كنخدم بيان سور برودوي سكالير تو سامبلومون بسيط. دونك لاحظوا معايا مزيان كيفاش نخدمو يعني كندير اكس فوا اكس بريم يعني في الجداء هنايا زائد إيكغيك فوا إيكغيك بريم. دونك تما كتبان ليكم اوكي باسكو يعني غادي نضطر انني نمسح هو اوكي. دونك وبيان سيغ غنزيد الزاد في الزاد بريم تو سامبل. انا نعطيكم شي مثال بيان سيغ باش تفهمو معايا متفقين يعني إكس في إكس بريم زائد إيكغيك في إيكغيك بريم زائد زاد في زاد بريم تو سامبلومون كنشد هاد المضرب في إي كنضرب بيناتهم وكنجمع هدف هذا هدف هذا. علاش عندي هذا الشيء؟ باسكو شنو قلت لكم قبيله على المعلم متعامد ممنطق قلت لكم بان اي جداء سلمي مع جي شنو كيساوي كيساوي كذلك جي مع ك كيساوي كذلك ك مع اي. وبيان سيغ قلت لكم بان الجداء السلمي تبادلي يعني ندير اي فوا جي ولا جي فوا اي بحال بحال اوكي. دونك هادشي قلنا كيساوي صفر علاش حيت يعني الزاويه اللي ما بين هاد المتجهتين كتساوي بي على اثنان. دونك يعني قائمه الزاويه اولا الزاويه كتساوي بي على اثنان يعني قائمه اوكي بيان. دونك زاويه قائمه بيان. دونك بيان سو كتكون المنظم ديالهم كيساوي واحد المنظم ديال اي كيساوي واحد المنظم ديال جي واحد المنظم ديال ك كيساوي واحد بيان. دونك هادي بيان سو هو اللي غنستعملو. لاحظوا معايا يعني كندير جداء لبسات يعني كنشد هاد المتجهه وغنضربو في هاد المتجه يعني كدير جداء بيان سو برودوي سكالير. شوف معايا اي فوا في يعني غير اونتر بارونتيز باش تعرفوا شي منين جا ماشي حاجه صعيبه. اكس فوا اي زائد ايكغيك فوا جي زائد زد فوا ك متفقين. دونك هادشي بيان سيغ غنضربو في اكس بريم فوا اي زائد ايكغيك بريم فوا جي زائد زد بريم فوا ك متفقين بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان غتنشر عادي الناس اللي كتعرف هادي غنضربو في هذا هذا الا ضربتي في هذا تو سامبلومون شنو غادي يوقع اي فوا اي اي فوا اي هي نفسها يعني الزاويه اللي ما بين اي و اي هي صفر يعني الكوسينيس ديال صفر شحال كيساوي بيان سيغ واحد. بيان سيغ المنظم ديال اي شنو غادي يساوي ليا كيساوي واحد. دونك ها هي المنظم ديال اي. دونك بيان سيغ مبغيتش نبقى نكتب بزاف بس بيان سيغ نحاول نعطيكم هاديك الشي غابيدمون بسرعه باسكو يعني الوقت يعني يداهمنا. دونك يساوي واحد متفقين يعني اكس فوا اكس بريم ياك اي فوا اي متجه اي فوا اي كتساوي واحد متجه اي فوا اي كتساوي واحد اوكي بيان سيغ اي فوا اي بيان سيغ. شوف معايا صافقين كتساوي هادشي كيساوي واحد مباشرة علاش حيت المنظم كيساوي واحد يعني المنظم في هذا في المنظم ديال هذا يعني واحد في واحد في الكوسينيس اللي ما بين هاد جوج ديال المتجهات اللي هي صفر يعني غتبقى ليا واحد تو سامبل متفقين يعني غتبقى لي اكس في اكس بريم. دونك سا في سا غتعطيني اي في جي اي في جي شحال غتعطيني صفر اوكي يعني اي في جي صفر تو سامبلومون سا في سا يعني اي في كا صفر. دونك هادي في هادي دونك دابا غنتقلو لإكغيك في جي سا في سا جي في اي صفر صافي صا ايكغيك بريم في ايكغيك يعني زائد ايكغيك في ايكغيك بريم وغنضربو يعني جي في جي غتعطيني واحد دونك يعني في واحد زائد هادي في هادي زد فوا كا
في اكس بريم في اي ك في اي صفر اوكي ك في جي صفر ك في ك واحد يعني تبقى هي زد في زد بريم سي اوكي يعني هذا هو بيان سور هو الجوج السلمي دابا نشوفوا المنظر منظر المتجهه اي متفقين بيان شوف معايا المنظر المتجه اي بيان سور هو المنظر دونك يعني الرمز ديالنا هو هذا متفقين دونك شنو كيساوي قلت لكم هو الجذر المربع ديال اي فوا اي تو سامبلومون اي فوا اي شنو غتعطينا لاحظوا معايا مزيان يعني غتعوض هنا اكس ايكغيك زد اكس ايكغيك زد يعني غتعطيك اكس اس 2 زائد ايكغيك اس 2 زائد زد اس 2 وي ولا ما تنساوش الجذر المربع متفقين اي فوا اي يعني غتعوض ليا هنا غيولي نفس الفيكتور يعني اكس كان هنا اكس اكس بريم دونك هنا هادو اكس بريم